انا من السكنه ديال حي النصر، سمعنا بهذا الشيء اللي حضر هذا الصباح مع الربع ديال الليل ولا الربع ونص بحال هكاك. جينا كنشوفوا، ملي جينا نشوفوا اش كيبان لينا هاد الضربه اللي ضربت هذيك البلاصه. يمكن الكاميرا تمشي لهذيك البلاصه راها فين هي، بان هاد الضربه اللي ضربت كيبان لي بان الانسان كان ناعس، هذا السائق هذا كان ناعس وجاي بسرعه. وملي عرفنا هاد الانسان جايين من الرشيديه، ومو بعدا خصو يكون واحد جوج ديال الشيفورات، شيفور واش غادي يجي من الرشيديه حتى لهنايا؟ ما غادي ينعس لينا، راه غادي ينعس. هاد الارواح اللي كتمشي هباء منثورا، مهما ان الدوله كدير الاشهارات في التلفازه وكدير وكتقول لهم التحسيس هذا، ولكن راه ناقصه، راه هادشي اللي ناقصه. بحال هذا دابا راه خاصو يتحيد ليه حتى الكيران، هاد السيد اللي عاطي للانسان واحد باش يسوق بحال كو يقتل لينا الافناء فلدت اكباد دينا. راه حنا محتاجين لهاد الوليدات، محتاجين للشعب، محتاج. بحال هادشي راه خاصو العصا، خاص الانسان العصا العصا العصا، لان هذا بحال هذا اللي غادي يصايق بحال هكا وغادي بواحد 40 خلق ولا 50 خلق ولا 60 خلق وغادي بهم وجابوا من لهنا. شوف الشوك والحرير اللي كاين هنا في هذا. بغيتك تمشي للكاميرا، تمشي لهاد الشيء باش تشوفوا. دابا اش بقى حشومه بالتمر ديالو بالمسائل الناس، السرعه هذه السرعه ما كاين لا هذا لا هذا. اللهم انا هذا لا منكر، اللهم انا هذا لا منكر.